بسم الله الرحمن الرحيم. معنا الرقيب أول متطوع علي حسن سطوف من سهل الغاب، قام بالانشقاق عن الجيش، وإليكم أدق التفاصيل. أنا الرقيب أول علي حسن سطوف، رقم العسكري 467852، معي هويتي العسكرية المؤقتة. أجت التعليمات للذهاب إلى مدينة الأمياس لوجود مجموعات إرهابية مسلحة قادمة من خارج سوريا تقوم بالترهيب في الناس. كنا على أساس باحثين لحماية الشعب بامياس والقرى المجاورة لبامياس من المجموعات الإرهابية. فلما ذهبنا إلى بامياس لم نجد أي مجموعات إرهابية، وكان هناك بعض المظاهرات السلمية، منها نسائية ومنها بعض رجال وشباب وأطفال، وكان بعض الشباب كانوا عاريين الصدور، وكانت المسافات كلها للحرية والمصلحات. فقمنا بالتوجه إلى قرية المنطقة بوجود مجموعة إرهابية فيها هي والقلعة، قلعة المنطقة. فذكرونا أنه في قلعة المنطقة يوجد 6000 مقاتل معهم أسلحة ومعهم كذا ومعهم سلاح متطور وأرتجيه وكذا. نحن قمنا إلى تفتيش قلعة المرتب واقتحام قلعة المرتب وتفتيشها ولم نجد أي شيء فيها، لا مسلحين ولا سلاح ولا وجود أي عطر. وجدنا كانت هناك حاططها مديرية الآثار لحماية قلعة المرتب، حتى قاموا بعض العناصر بضرب الموظفين تبع الآثار. وبعد ما انتهينا من اقتحام وتفتيش قلعة المرتب رجعنا لفتش قرية المرتب، فجهتنا مظاهرات نسائية ورجال، كان يوجد ضمن هذه الرجال اطفال وشباب عارين الصدور. وكان معنا نحن امر اطلاق النار، وقمنا بتفتيش القريه، وقام قامت بعض العناصر بالتخريب وسرقه الموبايلات اليويه، ويعني اضرار ماديه كبيره بالبيوت الموجوده في المنطقه، واعتقلنا عدد كبير من الاهالي. مين اعطاك الامر باطلاق النار؟ واثناء احنا خروجنا من قريه المرتب كان معنا معتقلين، فقامت هناك مظاهره نسائيه بسبب اخذنا للرجال قريه المرتب. وهنا اجى امر اطلاق النار لانه النساء استهدفت السيارات تبع المعتقلين بالحجاره، فاجت الرد من داخل السياره من مقدم ياسر اسماعيل بامر اطلاق نار على المتظاهرات. هنا صارت مجزرة بقتل 4 نساء، ومن ثم ذهبنا إلى اقتحام مدينة بامياس، اللي إنه على أساس المسلحين انتقلوا من القرية على مدينة بامياس، ووجبنا بمظاهرات سلمية من دون أي سلاح، وما كان في أي شيء. إطلاق نار كثيف من مجموعات الجيش والأمن، ولم يوجد أي ردة فعل من قبل الأهالي. واجهنا مظاهرات سلمية من دون أي سلاح. اقتحمنا المدينة وقمنا بالتفتيش والكسر والحرق، وذهبنا المساجد وصارت العالم تنتشر القرآن وتفوت بالصرامي اللي كان يعني البواط العسكرية المضيفة بتفوت على القرآن بزت القرآن ونطلع اقتحمنا المدينة ولم نجد أي مجموعات إرهابية. وأنا شقيت عن الجيش من امبارح لحظة خروجنا من بامياس على أساس جايين على مقر الفوج للذهاب إلى حمام. فانا اعطونا ساعتين عشان نشوف اهالينا، وجيت ومرجعت لانه كان الشيء اللي عم يصير حرام. الشيء اللي عم يصير حرام ما بيصير، سواء كانوا هدول شعبنا اخوتنا، سواء كانوا مسيحيين او علويين او سنه، نحن مهمتنا الدفاع عنه ضد العدو الاسرائيلي، مو مهمتنا نحن الجيش كرجال جيش انه نقتل اهلنا وشعبنا من كافه الطوائف. نحن بسوريا متعلمين انه كل اهلنا واحد، كل الطائف هي جهه جديده. اهلنا كل اهلنا واخوتنا، سواء كانوا من السنه او العلويين او المسيحيين او من اي طائفه من سوريا، اهلنا واحد، مهمه الدفاع عنهم ضد اسرائيل، ومهمه انه نقتل ونذبح اي عالم. وهذا اللي صار.